ثلاث مقترحات قيد الدراسة والحوار داخل الأوساط القيادية في حركة حماس تمثل شكل خياراتها القادمة للتعاطي مع توجه الرئيس الفلسطيني لتشكيل حكومة فصائلية في الضفة الغربية دون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى مع التحضير للانتخابات التشريعية. خيارات كشف عنها القيادي في حماس عاطف عدوان وتتمحور بين تشكيل حكومة وحدة وطنية بمن يرغب من فصائل غزة بالمشاركة أو العودة لتفعيل اللجنة الإدارية أو تشكيل حكومة تكنوقراط. عندما تتضح ملامح ماذا جرى في الضفة الغربية لا بد من اتخاذ كافة التفاصيل التي تحافظ على نجاح برنامج المقاومة في قطاع غزة على كافة المستويات العسكرية والأمنية وأيضا المدنية. هذه الخيارات طرحتها حماس في حواراتها مع فصائل غزة لا سيما تلك المنضوية في إطار منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية لإشراكهم في إدارة أعباء القطاع السياسية والمدنية، لكنهما رفضتا المشاركة في أي خطوات أو توجهات منفردة لفتح حماس ترى فيها تعميقا للانقسام أو تمهيدا للانفصال بين الضفة والقطاع. أن نذهب باتجاه أن نكون شركاء سواء في حكومة مع الإخوة في حركة فتح لمنظمة التحرير الفلسطينية أو مشاركة الإخوة في حركة حماس من خلال إدارة لقطاع غزة، نؤكد أن هذا وذاك لن يساهم إلا في تعزيز مزيدا من الانقسام. تعقيد فلسطيني داخلي يفتح الباب أمام مزيد من التدهور السياسي والإنساني والأمني في قطاع غزة، وهو ما دفع بالوفد الأمني المصري للعودة مرة أخرى لقطاع غزة بعد مغادرته قبل نحو أسبوعين من أجل تسكين الخلافات ومنع أي انفجار ميداني محتمل في ضوء اشتداد أزمة الحصار وتصعيد مسيرات العودة. يبدو أن الدور لن يخرج عن إطار التسكين والتأجيل والتخفيف، ولكن لا يصل إلى مستوى العلاج المطلوب. تحركات ومساع يبحث فيها الفلسطينيون والوسطاء عن مخرج لأزمات حساسة تنذر بفوضى داخلية أو حرب مع إسرائيل. أمام مفترق طرق صعب تبدو الخيارات الفلسطينية مرتبكة وملتبسة في ضوء الأزمة السياسية الداخلية والصراع مع الاحتلال، لتبقى الحكمة ضالة إلى حين. حازم البنا الغد، غزة فلسطين.